النادي الأهلي بيستجيب لطلبات الكاف ويقدم مستندات مخالفة حكم مباراة النجم الساحلي للقانون. كان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف كان أرسل خطاب للنادي الأهلي بيقول له مضمونه، يعني قول لنا الأخطاء اللي ارتكبها حكم المباراة في مباراة الأهلي والنجم الساحلي. أقول لكم بالنص الخبر بالظبط، أرسلت إدارة النادي الأهلي اليوم ردا للاتحاد الأفريقي لكرة القدم بناء على طلب الأخير للحالات التحكيمية والتي أخطأ فيها الحكم البتسواني في مباراة الأهلي والنجم الساحلي والتي أقيمت في رادس يوم 29 نوفمبر الماضي. حضراتكم شفتوا المباراة، وحضراتكم شفتوا كمان أخطاء الحكم الكارثية التي تسببت، يعني كان سبب مباشر أخطائه التحكيمية الغريبة جدا في خسارة النادي الأهلي بهدف مقابل لا شيء. جاء هذا الرد على الخطاب الذي تلقاه النادي من الكاف قبل أيام قليلة، وأشار فيه إلى اهتمامه بشكوى النادي الأهلي من الحكم البتسواني وأنه حريص على توفير النزاهة والشفافية. ده الاتحاد الأفريقي الكاف اللي بيقول كده بين كل الفرق المتنافسة، وأن الاتحاد الأفريقي يعمل باستمرار على تطوير منظومة التحكيم. وطلب كاف من الأهلي الحالات التحكيمية التي وقعت في المباراة وخالفت نصوص قانون اللعبة وأهدرت حقوق النادي الأهلي ولاعبيه، وما يثبت قيام الحكم البتسواني بإهدار وقت المباراة ما بين الإيقاف والإصابات والاستبدالات. هذا بالإضافة إلى عدم قيام الحكم البتسواني بتوفير الحماية الكافية للاعبي النادي الأهلي خلال وبعد المباراة. وبناء على طلبات الاتحاد الأفريقي السابق الإشارة إليها، جاء رد الأهلي اليوم مدعوما بالمستندات ومقاطع الفيديو. عندنا حاجات كتير جدا جدا. وتتضمن أن النادي يؤمن بضرورة العمل الجماعي، ده خطاب النادي الأهلي، النادي يؤمن بالعمل الجماعي لإظهار مسابقات الكاف في أفضل مستوياتها وتطبيق مبدأ اللعب النظيف، لكن الحكم البتسواني ارتكب أخطاء تخالف نصوص قانون اللعبة في مباراة النجم الساحلي، وهي نفس الأخطاء تقريبا التي ارتكبها هذا الحكم في لقاء النجم الساحلي مع نادي الرجاء المغربي عام 2015 عندما قام بطرد أحد لاعبي الرجاء بعد مرور 15 دقيقة، نفس السيناريو يعني، فقط من بداية اللقاء بدون أي مخالفة. وفي كلتا المباراتين كانت النتيجة فوز الفريق المضيف اللي هو النجم الساحلي. سرد الأهلي في رده عدم احتساب ضربة جزاء لفريقه بعد أن قام اللاعب رقم 6 من النجم الساحلي باستخدام ذراعه الأيمن في لمس الكرة داخل منطقة الجزاء. حضراتكم طبعا متذكرين كل الوقائع دي. وتضمنت المستندات أيضا ما يثبت إضاعة الوقت بطريقة متعمدة والذي تجاوز الثمانيات دقائق ونصف، هذا بالإضافة إلى عدم حماية لاعبي الأهلي وجهازهم الفني سواء أثناء أو بعد المباراة. أكد الأهلي في رده على ضرورة تفعيل مبدأ المساواة بين جميع الأندية المتنافسة عند تعيين الأطقم التحكيمية. خلي بالكم الكلام ده مهم جدا جدا، حيث شهدت هذه التعيينات خلال الفترة الماضية بعض الدلائل السلبية بسبب إسناد مباريات لبعض الأندية المصنفة على أرضها لحكام غير مصنفين. في المقابل عندما تخوض هذه الأندية مبارياتها خارج أرضها يتم إسناد اللقاءات لحكام مصنفين. كمان مش أي تصنيف، بيكون من التصنيف الأول كمان. وتمسك النادي الأهلي بتطبيق قانون كرة القدم وروحه بما فيه من ثوابت متمثلة في معاقبة كل من يثبت تعمده ومخالفة القانون وإحالته للجان الانضباطية المختصة. كان مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، أكيد حضراتكم عارفين، كان تقدم بشكوى الاتحاد الأفريقي الكاف عن الأخطاء اللي ارتكبها الحكم واللي زادت قوي عن حدها تجاه النادي الأهلي. ده كان نص الخطاب اللي أرسل بناء على خطاب أرسل أيضا من الاتحاد الأفريقي الكاف للنادي الأهلي عشان النادي الأهلي يوضح الأسباب بالفيديو. عندنا حاجات كتير جدا لو طلبتوا مننا نطلع لكم يعني وقائع ومستندات وفيديوهات. ياما اتظلمنا من التحكيم اللي الناس بيقول لك الأهلي بيستفيد، نفسي أشوف حد أو نفسي أشوف حاجة يعني الأهلي استفاد بيها تحكيميا. طيب